مثلا تسن العباد ما يحب ربي ما يرضى. هل العباد نربي تبارك وتعالى السن ما يحب ربي ما يرضى صغير اللي ديوين الرسول نربي تبارك وتعالى الانبياء اللي يصفد زرتين غرينت الكتب اللي ديزوك ربي تبارك وتعالى في جميع المخلوقات نس ولكن كل القران اتيغا القران الكريم هل المسائل ما يد السن مد العباد كله ما يحب ربي ما يرضى وكانت لي في اللسن غيد تقام في اللسن حجة ربي تبارك وتعالى هن كل ما إلا نسيدي وربي تبارك وتعالى كتبا استفتر الرسولا الأنبياء يمد كله العباد ما يحب ربي ما يرضى العبادات غيد غينا ربي تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان ربي تبارك وتعالى هن النار أنا يتبع غرس الخير ده غرس الجنس لا بدي يتبعوا الأنبياء لا بدي يتبعوا الأنبياء يتبعوا اللي دون الأنبياء ولكل قسم القرآن تقين أتقان النبي النح القاس النح محمد صلى الله عليه وسلم لا بدي تتبع أن سكال إساحيتيني أن تجنب لفاحتنه إذا نربي تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.